السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب، طلاب الصف الثاني المتوسط. موعدنا اليوم مع التدريب الثاني، وهو التعامل مع الأشكال. في هذا التدريب سوف نتعلم كيفية رسم أشكال هندسية، وكيفية إدراج نص، وكيفية إدراج صورة، وكيفية حفظ العمل والصورة. طبعا ده في برنامج الإنكسكيب. متطلبات التدريب: لازم يكون عندي برنامج انكسكيب ويكون مثبت على الجهاز. اول شيء في درسنا اليوم هو رسم الاشكال الهندسية. رسم الاشكال الهندسية، هنرسم شكل الحلزون باختيار اداة الحلزون من شريط الادوات. تعال كده معايا نروح لبرنامج الانكسكيب ونرسم أداة الحلزون. أدي هنا أداة الحلزون، هنضغط عليها من شريط الأدوات، ثم نقوم باستمرار الضغط والسحب لرسم هذه الأداة. رسمنا هنا أداة الحلزون يا شباب. أقدر بعد كده أتحكم في عدد الدورات والتباعد بين الدورات والانحناء الداخلي لهذه الدورات داخل هذا الشكل. طب انا لو عايز اغير في عدد الدورات، هنا مكتوب لي هنا 3 دورات، لو ضغطت على الزيادة هنا زائد هيزود لي في عدد الدورات. لاحظ معايا كده اهو، كل ما اضغط بيزود لي في عدد الدورات لشكل الحلزون. لو انا عايز هنا التباعد، اضغط على زيادة هنا هيزود لي في التباعد بين الاشكال هنا زي ما انتم شايفين. يبقى هنا احنا رسمنا أداة الحلزون وذلك من شريط الأدوات، ضغطنا عليها ثم ضغطنا مع استمرار الضغط رسمنا الأداة. هنا بيقول لك ولا رسم الشكل الذي يمثل رمز الإنسان. بنرسم دائرة تمثل الرأس، وبنرسم مستطيل يمثل الحجم، وبنعم الحواف بتحريك الدوائر التي تظهر على الشكل بعد النقر عليه. حرك المستطيل ليكون تحت الدائرة. تعال كده نجرب مع بعض ونرسم مثلا هذه الأداة. أنا عايز أحذفها، أضغط عليها كده وزي ما تعلمنا سابقا في الدرس السابق، أضغط على مفتاح باك سبيس أو مفتاح ديليت من لوحة المفاتيح. عايزين نرسم دائرة، نضغط على شكل الدائرة ونرسم وكأنها هي رأس الإنسان أهو. بعدين نروح نرسم مستطيل، آدي المستطيل موجود. بعدين هنحرك المستطيل، نضغط على أداة التحديد ونحرك المستطيل ونضعه تحت الإيه، تحت الدائرة. أيضا لو حبينا نرسم مستطيلات صغيرة، طيب أيضا هنا هنرسم المستطيلات، يدينا ان احنا نكبر في حجم المستطيل وننقله من مكانه. نضغط على أداة التحديد ثم نسحب المستطيل في المكان اللي احنا عايزينه وهكذا. طيب نرجع لدرسنا. هو رسم دائرة ورسم شكل مستطيل كبير ثم مستطيلات صغيرة، كده يبقى رسم شكل الإنسان. تعال بقى نتعلم إدراج نص. طبعا زي ما خدنا في درس تعرف على الأدوات وتعلمنا أن الأداة التي تستخدم في إدراج نص هي حرف الإيه من شريط الأدوات، يبقى إذا هنذهب للبرنامج وهنكتب مثلا الصف الثاني المتوسط، فهنروح لأداة إضافة نص، نضغط عليها ونروح في المكان اللي احنا عايزين نكتب فيه ونكتب هنا الصف، نضغط ونكتب الصف الثاني المتوسط.
يبقى مرة تانية يا شباب، لو حبينا نكتب، لو حبينا نكتب يا شباب أي نص داخل البرنامج، بنروح على أداة إضافة نص، نضغط عليها ثم نذهب إلى المكان المفروض المراد الكتابة فيه، ونكتب النص المطلوب. هنكتب مثلا هنا، نكتب شركة آفاق التعليمية. طب لو عايزين نتحكم في النص ده بالتكبير أو التصغير، نحدد النص ثم نذهب إلى أداة الحجم الخط، وبنختار حجم خط مناسب، وأيضا ممكن نخلي الخط نورمال أو إيتليك مايل أو بولد، ممكن نخلي إيتليك كده أو مثلا بولد عريض. لو حبينا ننقل الكلمة نفسها، بنحدد الأداة اهوت، وحددنا ضغطنا على أداة التحديد، ثم نذهب إلى الأداة، إلى الكلمة اللي احنا كاتبينها، ونضغط على النص وننقله. تعال نحدد الصف الثاني أيضا ونحددها وننقلها إلى المكان الآخر. وأيضا كده تعلمنا كيفية إدراج النص. هنتعلم أيضا كيفية إدراج صورة. لإدراج صورة بتمثل رمز الهوية الإسلامية، إدرك صورة، صورة القرآن الكريم أو أي صورة أخرى مناسبة محفوظة على جهازي، وذلك باتباع التالي. من قائمة ملف بختار الأمر استيراد، فتظهر نافذة، حدد منها الصورة، ثم أختار الأمر فتح. نروح للبرنامج، أضغط من قائمة ملف، بنختار استيراد، استورد، فبيفتح لي هنا ملف الاستيراد، فبدور هنا على مثلا مجموعة الصور اللي موجودة عندي هنا، مثلا أبحث عن صورة معينة على جهاز الكمبيوتر. نروح للمكتبات، نروح للصور، هنا اقول له اوكي عشان اضيف الصورة اللي انا عايزها. انا هنا ضفت الصورة ايضا، اهي هي صورة كانت خريطة ذهنية، صورة ضفتها. يبقى عندي يا شباب طريقة اضافة صورة، بضغط على قائمة ملف ثم استورد او استيراد، ثم ابحث هنا على الكمبيوتر عندي على مكان الصورة اللي عندي، ادور على الصور المطلوبة. بعد ما ألاقي الصورة اللي عندي، أقوم ضغط على مثلا، فتحت الديسكتوب بدور على صورة مثلا اهوت، نجيب صورة تانية مثلا كده، مثلا ضفت صورة زي دي كده، ضفت صورة زي دي، أضغط عليها وأضغط على أوبن، وبعدين بيجيب لي رسالة أقول له أوكي، ادي الصورة انضافت عندي. اضغط على اداة التحديد لو انا عايز احدد الصورة وانقلها من مكانها مكان تاني. لو عايز اكبر حجم الصورة بضغط عليها، ثم اضغط على الماسكات اللي هي حول الصورة، واضغط مع استمرار الضغط والسحب عشان اكبر حجم الصورة. كده انا كبرت الصورة اللي عندي شوية. طبعا تنسيق الصورة بالتكبير والتصغير تعلمناها. حفظ العمل الصورة، حفظ عملي، هناك طريقتين. الطريقة الأولى وهي لحفظ العمل بجميع تفاصيله والعودة لاستكماله، وهنا بختار أمر سيف من قائمة ملفي. يبقى أنا بحفظ العمل على البرنامج زي ما هو بصيغة SFG،
عشان بحيث ان انا هفتح البرنامج بعد كده هكمل عليه. يعني انا ايه، ما خلصتش المشروع اللي انا عملته ده، احفظه كمشروع لسه شغال فيه. الطريقة التانية ان انا اعمل حفظ بشكل نهائي، يعني انا خلصت واعمل له حفظ واصدر الحفظ ده كصورة، اخد الملف كايه، كصورة. طب تعالى ننفذ الاول الطريقة الاولى، اروح على قائمة ملف، اروح على البرنامج اهوت واعمل كده من قائمة ملف واقول احفظ، خلاص انا ضغطت على حفظ. مكتوب هنا، شوف هنا اسم الملف اهو، بحدد اسم الملف، فهكتب مثلا هنا التدريب الثاني، التدريب الثاني مشروع. وبعدين بحدد مكان الحفظ، وبعدين بقول هنا مثلا، مثلا هقول هنا احطه في نيو فولدر واسميه مشروعات الانكسكيب. كده وهضغط على كلمة سيف، كده انا حفظت الملف داخل فولدر اسمه مشروعات الانكسكيب، بيكون بصيغة الاس اف جي، يعني ان انا بفتح البرنامج بعد كده واكمل عليه ويفتح عندي الملف داخل البرنامج. طيب لو انا غيرت الامتداد، الطريقة التانية للحفظ، بضغط على قائمة ملف واختار حفظ ايضا او احفظ، حفظ ك، ركز معي كده. وبعدين هنا الامتداد بقى، هنا هغير الامتداد، هغير الامتداد. شوف لو ضغطت هنا كده هلاقي عندي هنا امتدادات كتيرة جدا للصور. انا عايزه مثلا بصيغة ال HTML، بصيغة الفلاش، بصيغة مثلا ال HP جرافيك، وهكذا. انا هدور مثلا على صيغة مناسبة واضغط عليها واختار مثلا لو انا عايز احفظها كوسيطة مضغوطة، اضغط هنا على انكسكيب وبعدين اضغط على سيف. هنا بيقول لي اضف قائمة الخطوط مسار الصور، هنا بيقول لي اضف مسار صور مضغوط، اقول له اوكي. طيب نرجع تاني لدرس، نكمل الطريقة النهاية، الطريقة التانية. هنا بيقول لي هنا الطريقة التانية برضو أيضا في الحفظ، إن أنا أحفظ بقى بشكل نهائي. إزاي يا شباب؟ هنا أختار الأمر إكسبورت أو بي أي تي ماب إكسبورت من قائمة ملف، وعندها سيتم حفظ العمل كصورة بامتداد بي إن جي. تعال نشوف، نضغط على قائمة ملف ونروح على اهو، بيقول لي هنا صدر للصورة بصيغة البي ان جي، اضغط كده وبعدين اضغط على هنا، بيقول لي الصفحة ولا الرسم ولا التحديد ولا تخصيص، هقول له الرسم كله، وبعدين هقول له صدر، تم تصدير الصورة، تم تصدير الصورة. تعالى بقى كده مع بعض نفتح الديسكتوب، بنروح نشوف مشروعات الانكسكيب، هنفتح اهوت، هنلاقي عندي هنا، شوف ركز كده معايا، هنلاقي عندي مكتوب هنا التدريب الثاني مشروع، ده اللي كنا حافظينها اول مرة بالطريقة اللي هي بيفتح داخل البرنامج. لو ضغطت عليه كده هيفتح لي البرنامج اهو، شوف بيفتح لي البرنامج وهيفتح لي الرسمة بتاعتي داخل البرنامج، وكأني لسه هكمل شغل تاني. طيب اما لو ضغطت على، ان كنت محولها للبي ان جي، كنت احولها للبي ان جي، هضغط عليها هيفتحها لي، مش هيفتح لي البرنامج، هيفتحها لي كصورة، هيفتحها لي كايه، كصورة مرسومة وانا كنت راسمها سابقا. وبكده يا أحباب نكون قد انتهينا من التدريب الثاني، على وعد بلقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.